ست دفعات مع الدرجة عالية يعني 100%. وهذا القس ولو كان صغيرا يساوي أو يفوق على سائر الأقسام القديمة بنشاطاته المتتالية الممتازة. تعقد كل سنة ندوات وورشات عملية دولية، وقد اشترك فيها ضيوف من البلدان الخارجية مثل السعودية والسودان واليمن والألمانية وغيرها. وقبل سنة قام طلاب قسمنا بترجمة 40 قصصا عربية للأدباء المعاصرين، وأصدرناها باسم فيليند بوستغام يعني كتاب الشمس. وفي السنة الماضية قام طلابنا بترجمة 42 شعرا عربيا للشعراء المعاصرين، وقمنا بنشرها باسم عجلة الأروغل يعني معيار المسافات. ومما يسعدنا اليوم أنه يشترك معنا بعض الشعراء الذين ترجمنا أشعارهم إلى لغتنا المحلية ملايالم، ومن بينهم ضيوفنا الشرفاء موسى حوامدة وباسم فرات وحسين حبش. ولا أريد الإطالة، بكل احترام وتقدير أدخل إلى مهمتي في هذه الآونة، وهي ترحيبكم جميعا إلى هذا الملتقى العلمي المبارك، ملتقى الدولي للشعراء العرب. أولا أرحب ضيوفنا الشرفاء ومنهم الشاعر الجليل الفلسطيني موسى حوامدة، وهو يجتمع معنا اليوم من الأردن ويقدم مقالته حول الشعر العربي المعاصر الفلسطيني. وكذلك أرحب الشاعر العراقي الكريم باسم فرات المقيم الآن في نيوزيلندا، وهو سيلقي محاضرته حول الشعر وأدب الرحلة. وأرحب أيضا ضيف الشرف الشاعر الكبير من كردستان حسين حبش الذي يقيم الآن في ألمانيا، وهو يشترك معنا بمحاضرته القيمة حول الشعر في المنفى. وأوجه كل شكري والتقدير لهم لما أنهم تقبلوا دعوتنا المتواضعة ويشتركوا معنا ليشاطروا تجاربهم الشعرية. وسيقوم بافتتاح هذا الملتقى عميد الكلية بروفيسور جوديلات يم. I warmly welcome our beloved principal of this great college, Professor M. Jyotiraj, who will inaugurate this grand online gathering. والدكتور سندوش إتك، وهو منسق مجلس الأمان الجودة الداخلية، سيلقي بعض كلماته التهاني لهذا الملتقى. I also welcome Dr. إتك سندوش, IQAC coordinator of the college, who will deliver Felicitation speech. وكذلك أنا أرحب الدكتور صابر نواف مدير أكاديمية التميز. في الحقيقة هو شاب شيبه نشاطاته العلمية المتتالية، حتى هو همزة وصل بين شعراء العالم وأدبائه والأكاديميين العربيين المشهورين في العالم. وأنا أرحب جميع أصدقائي وزملائي في داخل القسم وخارجه. وفوق كل هذا أنا أرحب جميع المشاركين في هذا الملتقى من مشارق الأرض ومغاربها، حتى في عصر الجائحة كورونا بفضل الله جل وعلا صرنا الآن في مركز واحد وفي جامعة واحدة وفي قرية واحدة عبر هذه المنصة. ولا أريد الإطالة، وأرجو من جميع الأصدقاء الأدلة والمشاركين المشاركة الفعالة، وأرحبكم جميعا مرة أخرى أطالة مني ونيابة عن الكلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.